حياكم الله مشاهدينا مرة ثانية. طبعا في لفتة سامية وذات أبعاد إنسانية عميقة تعبر عن أرقى معاني الأخوة ورسالة وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله طبعا إلى شعب دولة الإمارات ليقول وبكل صدق شكرا محمد بن زايد. هذه الكلمة اللي أشعلت مشاعر الحب والولاء والإخلاص لقائد فذ أحب وأخلص وعد وأوفى. شرنتنا من هنا من مما قناة الظفرة في حديقة أم الإمارات وعبر برنامج مساء الإمارات نقول شكرا محمد بن زايد. هذه الكلمة اللي لن توفيك حقك ولا قدرك أيضا سيدي. حديث لا ينتهي عن مآثر ومناقب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. رجل أحب شعبه وبادله شعبه هذا الحب بالحب. في هذا المساحة طبعا يسرنا يكون معنا الأستاذ محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات. وحياك الله أستاذ محمد. يا مرحبا يعطيكم الصحة والعافية في هذا المكان الجميل. الله يحفظك يا رب. نحن جدا سعيدين يعني أنك أنت موجود معنا اليوم في حلقة جدا مميزة عن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويطوله بعمره. الحديث يطول عن هذه الشخصية ولكن نحن عندنا تقرير صغير بنشوف التقرير وللحديث بقية. إذا مشاهدي خطنا معكم هذا التقرير وللحديث بقية. في كل عام وفي ذكرى جلوسه الميمون وتوليه مقاليد حكم إمارة دبي اعتدنا من راعي المبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن يطلق مبادرة تجمع خصالا ومعاني ورسائل جميلة نبيلة راقية وسامية. هذا العام وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاه الله جميع أبناء الوطن بتوجيه الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على كل ما يقدمه للوطن ولأبنائه. وما إن انطلقت الدعوة حتى ضجت مواقع ووسائل التواصل لتنبض بما يجيش في القلوب من مشاعر حب ووفاء وتقدير وانتماء للشيخ محمد بن زايد القائد النبيل الذي ملك قلوب الملايين وأسرها بتواضعه الجم وقربه من الناس وأفعاله التي تسبق أقواله من أجلهم ومن أجل أن تظل الإمارات دائما في مركز الريادة ومن فيها وعليها يحظى بكل سبل وصور العيش الكريم بحرصه الدائم وهو في سباق مع الزمن لتوفيرها والارتقاء بمقومات رقي الإنسان والوطن معا. تقرير جدا رائع ويطول الحديث عنه ومهما قلنا نحن ما بنعبر بس نحن كشعب ممكن نعبر عن حبنا ولكن كقادة تختلف يعني المبادرات بينهم والمسميات ورسالة الحب وتوجيهها. فشكرا محمد بن زايد. ماذا تجسد هذه المبادرة من قيم تحلى بها قادة الإمارات الله يحفظهم؟ نحن الحمد لله رب العالمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من المزايا اللي احنا يعني نتميز فيها وهذه اعتقد يمكن احنا نكون محسودين عليها حتى صحيح. في بعض الأماكن ان هناك حب وعلاقة تاريخية بين الشعب والقادة. جميل. يعني منذ تأسيس دولة الإمارات الشيخ زايد الله يغفر له هناك علاقة يعني بين وطيدة وعميقة وأبنائه وهذه العلاقة استمرت مع قادتنا الله يحفظ رئيس الدولة الشيخ خليفة وأيضا الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ربي يحفظهم. العلاقة هذه الموجودة تجعل الواحد منا أحيانا يعني يرتبط معهم ارتباط الأبناء مع الأب وهذا نفس الشيء من بالمقابل من طرفهم أيضا لما تشوف الشيخ محمد بن راشد ولا الشيخ محمد بن زايد تحس أنك أنت مع الوالد نعم. مع الشخص اللي يحرص عليك كمواطن إماراتي أو كحتى مقيم في دولة الإمارات تحس بقرب جدا من القادة هؤلاء. ليش؟ لأن يعني ما في حواجز بروتوكولية، ما في حواجز تمنعهم منهم يقتربون من الناس، ما في حواجز تمنعهم منهم يطلعون على احتياجات الناس. شفنا كثير من الصور، شفنا أشياء عفوية كثيرة للشيخ محمد بن زايد ربي يحفظه مع الناس، مع الكبار، مع الصغار، مع يعني الناس أبناء الشهداء، مع أبناء يعني الصغار في المدارس. كل هذه الصور تعطينا يعني كيف أن هذه الشخصية، تركيبة الشخصية للشيخ محمد بن زايد المبنية على فعلا تربية الشيخ زايد الله يرحمه في قربة مع الناس ومحبة الناس له ومحبة يعني المحبة اللي هي محبة الحريص، محبة يرغب دائما مصلحتك ويدور وين
مصلحتك، وينظر دائما إلى مصلحة الوطن هذا بشكل كامل، وما يفرق فيه بين أحد، سواء كان من مسؤول أو كان شخص موظف أو كان إنسان ما له علاقة بالوظيفة، كلهم عند شيوخنا ربي يحفظهم سواء، وكلهم يأخذون هذا الدور بطريقة فيها يعني دخول كامل عاطفي. نعم. مش يعني تحسه أنه مبتعد ولا بعيد عن ذلك. طب انعكاس هذه القيم وهذا طبعا الأمر اللي هو من بين الشيوخ بين الشعوب وبين القادة وبين أنفسهم على قيم التلاحم المجتمعي طبعا بين المجتمع وبين القادة ومدى الترابط بينهم. سبحان الله، احنا اذا قدرنا يعني نذكر نقاط مهمه جدا تقودنا للاجابه على هذا السؤال، ان اليوم نحن لما نشوف العالم من حوالينا، نشوف الدول وما حصل في هذه الدول في مختلف يعني انحاء العالم، نجد ان هناك ميزه الحمد لله اليوم موجوده في دوله الامارات، اللي هي قرب القاده من الشعب والشعب مع القاده، وهذه ميزه يعني الحمد لله موجوده في دوله الامارات وفي بعض الدول، نتمنى أنها تكون موجودة في كل الدول، لأن هذه خير للشعوب، خير لمستقبل هذه الشعوب طبعا. واليوم هذه يعني الأمور اللي تربطنا مع قادتنا أصبحت يعني فوق كل أي مستوى. يعني اليوم الواحد منا لما يقعد مع أبناء الصغار في البيت، لما يطاري الشيخ محمد بن زايد ولا الشيخ محمد، الطفل الصغير اللي توه بادي يتكلم يحب أنه يسمع عنهم، يحب أنه يصور مع الشيخ أو أنه يشوف صورة الشيخ، وهذا يعني عفوية بدون أي نوع من التكلف فيها. ما موجودين في الميارس طول الله بعمارهم، ولكن روحهم موجودة بالإيجابية، ويعني تعطي طاقة، بس ذكر الاسم سبحان الله يعطي طاقة للمكان، يجعل المكان فيه سعادة وفي فرح، وأيضا تأخذ المخيلات يعني بالفرحة والبهجة في هذه المجالس. هذا أمر يعني مش غريب على قادة دولة الإمارات. الطريقة هذه اللي يعني احنا شفنا فيها قادتنا، أعتقد لو يعني احنا نقرأ كتب كثيرة عن القيادة في العالم، كيف القائد الفذ وكيف يكون القائد المتميز في الإدارة، صحيح. صدقوني لو فقط نشوف حياة هؤلاء القادة اليوم وإحنا كيف عايشينها معاهم، أعتقد يعني بيكونوا نموذج يدرس للناس من بعدنا. الحمد لله. اليوم العلاقة هذه اللي هي إحنا كثير من الناس كانوا يظنون القيادة أنك تكون على مستوى عالي دون أنك تنزل الناس. قادتنا أثبتوا لا، أن أنا أكون مع الناس، في صف الناس، في وقت الناس، في أحزان الناس، في أفراح الناس، كل هذه الأمور اللي احنا نشوفها اليوم اللي هي من دون تصنع، هذه جعلت نفوس الناس انها تسعى دائما تتميز. احنا لما نتكلم في ناحية وظيفة ولا عمل، ان نكون يعني متميزين ونسعى للمركز الأول، نشوف قدامنا قادتنا هم يسوون هالشيء، فمباشرة نحصل الواحد منا مهما سوى ما راح يوصل المستوى اللي هم يعني ما شاء الله ساعين فيه. فالحمد لله بيئة جميلة جدا، ربي يحفظها ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. آمين. اللهم أمين. سيد محمد، يمكن اليوم نحن إذا فتحنا مواقع التواصل الاجتماعي نشوف الصور ونشوف الهاشتاغات في كل المواقع، إن كانت تويتر، الفيسبوك، الانستغرام، كلهم شكرا محمد بن زايد. اليوم وانا امشي ايضا، انا جايه من دبي، شفت على الشوارع فرج صوره حاطين الهاشتاج شكرا محمد بن زايد، كانت في كل مكان. ولكن خلينا نتكلم عن يعني القطاعات الخاصه والحكوميه، كيف كان تفاعلها مع هذه المبادره؟ يمكن انت اقرب منهم. مثل ما ذكر التقرير اليوم، احنا لما اطلق الشيخ محمد بن راشد الهاشتاج هذا من خلال حسابه، التفاعل اصبح يعني صعب انك تشوف من وين. الطفل مشارك، الكبير مشارك، المرأة في العمل مشاركة، كل مكان، كل حد شارك في هذا الهاشتاج، وكأنهم ينتظرون بالضبط. يعني فرحة، صارت فرحة للجميع. نعم. فعليا وينقل الكلام اللي طالع من القلب يعني. نعم. وكذلك حتى في المؤسسات والأماكن المختلفة، الجميع اليوم في مؤسساتنا تتكلم بالشكر للشيخ محمد، وهذا شيء بسيط يستحق الشيخ أكثر وأكثر طبعا منا يستحق. دائما أن ندعي له والله يوفقه في عمله، اللي هو دائما حرصه على هاي الدولة والأمن والأمان والبناء والمستقبل. يعني لما نسمع للشيخ محمد لما يتكلم ربي يحفظه في جلساته مع الشباب ولا جلساته العامة، تشوف كيف الكلمات والحرص في أن يوصل رسالة إلينا نحن أو حتى على مستويات الأخرى من أعمار مختلفة، تحس أنه فعلا يعني قاعد يأسس في هاي النفوس التضحية محبة الوطن. يعني دائما أتذكر لما الشيخ محمد دائما يقول يا أخوان، يقول للمسؤولين، يقول يا أخوان أنتوا عليكم دور أنكم تجهزون وتسلمون الراية للي بعدكم. صح.
صح. الكل منا الآن في مسؤولياته المختلفة يسعى أن يجهز الصف الثاني والثالث والرابع من القادة اللي هم هو يستطيع في يوم من الأيام ينفذ هذه الوصية ويوصل الراية إلى الصف الثاني. هذا بروحه يعني لو أعتقد جامعات تقعد ولا دورات تدريبية ولا أشياء كثيرة لن تقدر على هذا التدريس وهذا الناس لهذا المستوى. الحمد لله رب العالمين نحن محظوظين وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ثم بحرص قادتنا أن وصلنا لهذا المستوى في أن نكون دائما عند حسن ظنهم. اليوم نحن أبناء زايد في كل مكان في العالم نروح ودائما محطين في ذهننا كلام الشيخ محمد بن راشد ربي يحفظه وكلام الشيخ محمد بن زايد كيف أننا نحن سفراء دولة الإمارات كيف أننا نتعامل مع الناس. اليوم لو تدخل في الإعلام الاجتماعي تشوف الناس للأسف في بعض الدول تقوم بالسب وتتكلم على أشياء كثيرة ومنها أحيانا الإمارات، لكن تشوف بالمقابل أبناء الإمارات يبادلونهم المحبة والسلام والتسامح وهذه الأخلاق والأمور ما جت من فراغ، جاءت من تربية وضعها يعني مؤسس لدولة الإمارات وأيضا يعلمون عليها دائما القادة الموجودين. طبعا هي لا تشترى ولا تباع وإنما هي تتأصل بها طبعا من الأساس طبعا ويكفي المطلوب لها بالشيخ زايد رحمة الله عليه هو أسسها بشكل كبير وبحكمة طبعا واسعة. أنت ذكرت في بداية الحديث تحدثت عن لقاء سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالأطفال والكبار والقوات المسلحة وهذا ما تناولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم في وضع صور له في كافة المواقف. طبعا لها أثر كبير هذه أنت ذكرت منها الإيجابية ولكن لها أثر ثاني على شعب دولة الإمارات لأن كل واحد يحتفل أو يضع صورة يجد له قرب خاص من سيدي صاحب السمو فكل فئة من مكانها كيف تعبر بصورتها اللي حطتها أو شو المشاعر اللي تكون تحملها خاصة لصاحب السمو. الكل لو تدخل في صفحات مختلفة وحسابات مختلفة تشوف كل واحد يحاول يبحث عن صورة له وهو مع الشيخ محمد. نعم. صحيح. دليل على محبة الشيخ ومحبتهم أنهم يكونون يوضحون للناس أن إحنا في يوم من الأيام كنا قريبين من الشيخ والله يعطي الصحة والعافية. هو أيضا قريب من الناس يعني اليوم الشيخ محمد لو تشوفه في أي مكان الطفل ولا أي حد يبي يتصور معاه ولا يبي كذا جدا يعني يخرج عن بروتوكولات الموجودة للشخصيات مثلا في أماكن معينة حتى يصل لهذا الجزء من شعبه وجزء من, من, من نسيج هذا الوطن. وهذا الدليل اليوم ان الحمد لله ان هناك علاقه اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يديمها علينا علاقه وطيده بيننا كافراد في هذا الشعب وقادتنا في دوله الامارات العربيه المتحده وايضا حتى المقيمين في دوله الامارات. اليوم دوله الامارات نحن نعتز ان بيننا يعني ناس مثل اهالينا من جنسيات مختلفه عايشين معانا مطلوب منا ان نحسن اليهم وايضا هم محسنين الينا. هذه الأشياء تعلمناها من قادتنا منهم الشيخ محمد بن زايد ربي يحفظه وكذلك طبعاً المغفور له الشيخ زايد الله يرحمه. سيد محمد كيف تقرؤون أن اليوم يصادف طبعاً تاريخ وذكرى تولي مقاليد الحكم لإمارة دبي لطول العمر الشيخ محمد بن راشد وفي نفس الوقت كانت مناسبة يحتفي فيها بهذه الشخصية الرائعة للشيخ محمد بن زايد يعني أنا أشوفها جداً رائعة هذه المبادرة وخصوصاً في هذا اليوم. نحن في العادة الإنسان لما يمر عليه مرحلة يحتفل بنفسه فتلقاه دائما يذكر محاسن نفسه صحيح الأشخاص العاديين صحيح. لكن اليوم احنا نشوف في قادتنا مثال وقدوة في ان كيف هم يحتفلون بالناس اللي هم فريق واحد فيهم القيادة الشيخ محمد والشيخ محمد قريبين أخوين يعني يعملون ليل ونهار لخدمة هذا الوطن والشيخ محمد بن راشد مو بغريب عليه ربي يحفظه هذه الطريقة في أنه دائما يدعم الفريق ويحاول أنه يوصل يعني رسالته بطريقة تجعل كل الناس اليوم يقفون ويقولون شكرا للشيخ محمد بن زايد لأنهم يحبون الشيخ محمد بن زايد ويحبون الشيخ محمد بن راشد أكيد طبعاً قامتان وكلا العلاقتين علاقات وطيدة ونحن محظوظين بالمحمدين الله يحفظهم الله يحفظهم ويوفقنا أن نكون إن شاء الله أن حسن ظنهم في خدمة وطننا في مؤسساتنا أو حتى لو في مجتمعاتنا مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في أي مجال نكون فيه طبعاً يعني هي كبيرة هي كبيرة هي كبيرة هي كبيرة من كبير يعني في تاريخ الشخص ينتظر الاحتفاء به ومدحه في تاريخ ذكرى توليه وليرى إنجازاته من خلال شعبه وإنما تتحول القصة بالكامل
إلى شخصية أخرى وهو أخ، عندما يتحدث سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فهو يتحدث عن نفسه أيضا في نفس الموقف، لأن هذه القامتين مثل ما ذكرت أنت هما يقومان على رعاية شعب، رعاية دولة، يقومان جنبا إلى جنب لوضع دولة الإمارات في أهم المصاف العالمية، ولا يرضون إلا بالرقم واحد. فهذا صاحب رسالة وهذا صاحب رسالة، والاثنان معا يكملان هذه الرسالة. دليلنا اليوم القيادة الهدف الأساسي منها هي الوطن. نعم. يعني فاللي يبذل لهذا الوطن يقدر، والذي يسعى لهذا الوطن يرفع. فهذه الحمد لله رب العالمين مبادرات خلينا احنا كذلك اليوم حتى على مستويات، يعني لو كنا في مدارسنا، لو مسؤولين في مؤسساتنا، لو كنا في بيوتنا، حتى تشجعنا في ان ايضا نقوم بمثل هاي الامور حتى نشجع الناس والفريق وندعوهم للتميز. نحن يمكن وصلنا يعني الى ختام الفقره هذه، ولكن قبل لا نختم يعني يسعدنا لك نشوف انت سيد محمد على كلمه شكرا محمد بن زايد، شو حاب انك تقول فيها؟ والله يعني انا اقول الحمد لله اللي رزقنا بقاده يعني يبحثون عن سعادتنا، واحنا ايضا نبحث عن سعادتهم. قادة مثل الشيخ محمد بن زايد اللي يجعلون دائما امننا وراحتنا ومستقبل عيالنا دائما نصف اعينهم، نحن محظوظين فيهم. نسال الله ان يحفظهم ويطول باعمارهم ويعطينا وياهم الخير في الدنيا والاخره، ويوفقنا وياهم ان نحافظ على هذا الوطن ونحافظ على انجازات هذا الوطن، ونمشي معاهم ونسلم الرايه للجيل اللي بعدنا، ونحن ان شاء الله فخورين ومعتزين في ذلك. الله يحفظك، كل الشكر لك على تواجدك معنا اليوم، يعطيك العافيه. شكرا لك سارة. اذا مشاهدينا كل الشكر للسيد محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكاله انباء الامارات، وخلينا نطلع معاكم فاصل والحديث بقيه في مساء الامارات.